هذه القبل والأحضان تعني الكثير لابن الخمس سنوات. رومان لا يملك سوى تلك المشاعر البريئة لتترجم شكره لأم تجلت فيها أسمى صور التضحية. فكاتيا خاطرت بحياتها وافتدته جزءا من جسدها، فهي الآن تعيش بكلية يتيمة، وكليتها الأخرى يحيا بها ابنها. كنت أريد مساعدته ولم أفكر أبداً ماذا سيحصل غداً. كنت لا أريد أن يأتي اليوم التالي وهو مريض. أعلم أن مرضه ليس سهلاً، فأقول له دوماً يجب عليك أن تحافظ على كليتك، فينظر إلي ويقول هذه كليتك وليست كليتي. إكليل من النجاحات الطبية أضاء نفقاً مظلماً لكثير من مرضى أعضاؤهم تالفة. ومشفى شنايدر اسم صعب في هذا الحقل، فهو من بين المشافي القلائل في العالم تمكن طاقمها من إجراء العديد من هكذا عمليات في آن واحد. في اللحظة التي انخفض عمل الكلية إلى 20%، لم يقرر بعض الأطباء عمل زراعة، فرومان كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وبعض المشاكل الصحية. قضينا 4 أشهر في مستشفى شنايدر وكنا خائفين، ولكن ننتظر أن تتوفر غرفة العمليات، ونجحت العملية وعادت لي الحياة بعد أن رأيت ابتسامة ابني. ككل طفل، المرح يغمر تفاصيل حياته، وبساطة الأشياء مفتاح سعادته. من هذا المنطلق تتشبث كاتيا بحياة أفضل له ولأخيه بعد عبورهم كابوساً شتت شمل العائلة. لا أتمنى لأحد أن يمر بالظروف التي مررت بها، فعائلتي تفككت. الأخ الأكبر في البيت يبكي طيلة الوقت لعدم تواجدنا ولم ينجح بالدراسة، وأنا تركت عملي الذي أحبه، فزوجي أصبح يعمل ليلاً وصباحاً، وكنت خائفة على صحتي وعلى صحة ابني. أحياناً أريد اللعب مع شقيقي ونعمل البيوت في لعبة الليجو، لكن هو مريض. أعطي نصف عمري للذي يجعل طفلاً باكياً يضحك، هكذا قالها توفيق زيادة، وهكذا فعلها الواهبون. أعطوا نصف حياتهم لأطفال التقفوا منهم الأمل، وما زال هناك كثير من الصغار بانتظار من يهبهم الحياة. بكليتها وهبت كاتيا حياة جديدة لطفلها، فأصبحت أكثر تعلقاً به بعد أن زرعت جزءاً من جسدها في أعماق جسده. فكتب لرومان حظ سعيد كما لأربعة أطفال نجح أطباء مشفى شنايدر في زرع أمل واقتلاع ألم من نفوس هؤلاء الصغار وذويهم. من أشدود لليوم على الحرة، مرام.